لا يكون الفوز فيها إلا للون جن جن ون تررا. إذا السلام عليكم، عدنا بحلقة جديدة من لعبة بونش كلوب حياة ملاكم. هل اليوم حيكون في أول فوز؟ نعم حيكون في أول فوز بالحلبة لإلنا. إذا بلشنا اللعبة محل ما وصلنا المرة الماضية، نبلش بشوية أكل لنعبي، ويا ترى كمان لحم والله كمان فرجيني اللي معنا أموال. نشتغل 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 نجيب أموال، بس لازم ناخذ لحم. خلينا نعبي الطاقة شبه كاملة ماشي الحال، وخلينا نتجه. في عنا اليوم مباراة، في عنا اليوم مباراة. قبل المباراة خلينا نفوت بس نحمي شوي، نسخن، نخلي اجلتي ليفل 3 مشان تكون أول مباراة لإلنا. يعني إذا خسرنا نكون خسرنا ونحنا عملنا جهدنا. يا ترى هي ساوية 3 كمان ولا ما حيكفي؟ دقيقة شوي لشوف قديش بتعطي. ثانية نشوف، والله ممكن تصير 3. أحسن 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 3 3. إلى المباراة. إذا مباراتنا اليوم ضد هالملاكم أو هالمصارع. طبعا نحن لغاية الآن ما قدرنا نفوز ولا مباراة. هل حتكون هي أول فوز لإلنا؟ انتبهوا إنه ورا راسي محل ما عم صورها بحطوا السكلات، أنا ما عم بخليها تبين زيادة، بس يعني بعتقد إنه ما في هالشي اللي كتير مهم اللي لازم تشوفوه، بس بفرجيكم إياه. هو عبارة عن الشغلات اللي حاططها بس لكم ودوج. بدلت من إني صد لإني اعمل دوتش، بس هذا الشيء الوحيد يعني اللي بيسالني شو عم تساوي. تعالوا نقول نشوف شو الوضع، وتعالوا نشوف هالملاكم هل حيقدر يربحنا ولا حنقدر نربحه. اذا شكله بدايتنا كتير احسن من العاده، شكلنا كتير متطورين بلياقتنا بسرعتنا بتفادينا. شوف التفادي، شوف قد ايه عم نتفادى وقديش عم نعبي بسرعه. شوف واو واو، تفادينا 4 ضربات 5 ضربات متتالية، وعم نعمل له شوية كومبويات. نبدو بحالة كتير قوية، ومنقول له لهالملاكم دو يو بليد، هل تنزف هل تنزف. نشوف الجولة الثانية إذا حينزف ولا لا. طبعا قولوا لي بالكومنتات مين، أنا كنت سائل هذا السؤال بس في مقطع تاني بغير سلسلة، مين بيقول دو يو بليد؟ اللي بيعرف يجاوب. والمباراة مستمرة، طاقته بالوقت الحالي 49 على 71. ما بعرف مين اللي حيربح بالمباراة، بس اتوقع انه نحن كاسحينه، اتوقع انه نحن كاسحينه. نعم. المباراة ماشية بطرف طرفنا نحن. ما بتوقع انه حيقدر يربحنا هذا اللاعب، ما بتوقع انه عنده القدرة انه يربحنا. يلا يلا شوي نشد الهمة كمان، والجمهور عم بيشد، وكل المشاهدين هلا على اليوتيوب دعمونا دعمونا، هي حركتنا. يلا يلا ادعموا ادعموا ادعموا، كل ما بتدعموا كل ما بتعملوا هيك اكثر، كل ما احنا بنقدر نربح. نعم نعم نعم. عم طاقته 23 على 71. يا الله، واقول تكون هي واخيرا اول فوز لنا. شكله هذا هو أول فوز لإلنا، شكله أول فوز لإلنا، لأنه فعلا لياقتنا كتير مرتفعة عن قبل. وما بعرف شو حيصير وقت أربح الفوز. بذكر إني أنا ما بلعب اللعبة بدون تسجيل، يعني ولا بشوفها بغير مكان أو شيء مشان أجي أعمل شغلات، لا عم بلعبها معكم فيرست امبريشن، أول انطباع. الجولة الخامسة هي اللي حنقضي فيها على هذا الملاكم إن شاء الله. نعم، ضرب القاضية، الضرب القاضية وفوز ويوين. هاي الجوائز اللي عطونا إياها، وعطونا سكورات 42، وضعنا كتير منيح. إذا قدرنا نفوز، وهون شو بيقولوا لنا؟ عم بيقولوا لنا هي ترتيبنا، لاحظوا هي ترتيبنا بالبطولة. الأول 332، كبير بالعمر والله، الثاني كمان قوي، بس بالنسبة للمعركة اللي أنا كنت فيها والله منيحة. إذا وضعنا منيح ماشي الحال. وهون عم بيقولوا لنا إنه هلا فتحنا 4 سكيل بوينت، فينا نطور الكيك. أنا ما بدي، أنا مالي مقاتل بالكيك، مالي مقاتل بالرجلين، أنا ملاكم بهي اللعبة، وتكتيكال ليرنر بنفتحها لنصير نتعلم شغلات جديدة. هلا هدول بدنا 3 بوينت لنفتحهم، الضربة العالية او الركلة المنخفضة او الركلة العالية او الضربة المقلعية. شو بدها هاي؟ بدها 3 سترينجز،
تمام. إذا هلا بدنا بوينت لحتى نطور التطويرة التالية، بدنا بوينت لحتى نطور التطويرة التالية، نقطة سكيل بوينت بيجي طبعا مثل ما قلنا من الفوز. هدول الأشياء التانية الخاصة، قوة النمر أو مخلب الدب، وقوة النمر وصمود السلحفات، هدول الشغلات اللي بدنا، وقوة الدب سرعة النمر وصمود السلحفات أو درع السلحفات، هدول الشغلات اللي بدنا نطور فيهم بعدين. واو كتير في شغلات، بس نحن لساتنا على البيزك، هلا مطولين لحتى نفكر بغير شغله. يمكن طبعا انا اعملكم، انا ملاكم، يمكن اضطر بعدين العب اشياء لها علاقه بالرجلين، بس ممكن كمان نغير صير العب سترينكس، ما بعرف اذا بيسمحوا لي اني اغير صير سترينكس ولا لا، بس ممكن. اذا هلا حفوت على النادي لاتدرب، لانه جايب معي اموال على القد، وحبلش اليوم بالحبله، حبلش اليوم بالحبله لاطلع من مستواي اكثر. اليوم بدي اعلي من طاقتي. هلا هن باللعبه نصحوني انه انت ما تعلي كل شيء مع بعضه، بس انا حاسس حالي انه انا حابب اني اعلي كمان سترينكس والله. طيب تعال نلعب مطرقه. حلو حلو حلو، في معركه قريبه، نروح على هالتمرين الجميل، التمرين الرائع بيعطي طاقة كتير. نروح على السكواد، تمام، ونتجه لكيسنا المفضل، يعطينا السرعة. نعم هذا الكيس كتير مخصص ل الاجيلتي، شكله حنطلع الاجيلتي ليفل 4 كثير قريبا. اذا طلعنا ليفل 4، نعم 4، نروح على الحديد شوي، شوية قوة تنفع. خلاص اصلا ما عاد في طاقة، بس يعني نستعمل هيك نهاية حبلة شوي قبل ما نروح، والله ما عاد في طاقة خلاص. نعمل ساين اب، والله ممكن نعمل ساين اب، وممكن نتجه الى ميك، نصلي زمان ما زرته قبل ما اروح على البيت. ميك قال لي اذا انت جات فيك اعطيني، اعطاني وجبة، نعم اعطاني وجبة، شكرا. هات كمان ممكن، ما بيعطيني وجبة الا اذا كنت بحالة كتير صعبة. حاكي شوي واعطيه، في شي هون ممكن ينكبس عليه؟ ما في. نشكر هالميك هاد انه اعطانا هالوجبة، وحان وقت نروح نشتغل، لانه بدنا اموال، وبلشنا شغل مرة تانية لنجيب شوية أموال. $30 مبدئيا. في عنا فايت قريبة بذكرونا فيها، روعة. تلحق 30 أخيرة ولا ما حيكون في طاقة؟ والله خطرة ما بتتلحق، فرجيني ما بتلحق. باخذ من عنده واحدة بيتزا، وبتجه ل هذا السوبر ماركت اشتري من عنده بعض الاشياء. انا بحاجة تبع طاقة وحاجة لحمة، والى البيت، الى المنزل. وفرجيني قد ايه بقي انا على هاي، بكرة المباراة. نروح على النوم هلا مبدئيا. نزل ليفلنا على 3 مع ما كان 4، صعب تحافظ على ليفلات عالية، واليوم يوم الفايت، اليوم يوم الفايت.
لازم نروح على الفايت اكلين منيح. حناكل اللحم اللي عنا والبيتزا ومشروب الطاقة، كل شيء. قبل ما نروح على الفايت كالعادة بنحمي، بركي بنطلع للليفل اللي كنا فيه. 4-3 بدنا تقريبا، او 3-4-3 هيك لازم نكون. بدنا المباراة، ما بعرف ضد مين، بس نحاول نربح مباراتنا الثانية. بتكون هي الحلقة أول حلقة نربح فيها، وإذا ربحنا بنكون مو بس مباراة، ربحنا مباراتين. بقيان شوي ونطلع ليفل 4، ليفل 4 بنطلع بننطلق للمباراة تبعنا. بلش يتعب البطل تبعنا، خلص إلى المباراة. بدنا شيء؟ والله أنا خايف بالمباراة، خليني آكل شغلة هيك سريعة، واحدة بيتزا أو لا إنرجي درينك، ما بدي، ما في داعي. إلى المباراة. فايت. خصمنا اسمه هيكسور لاماتشو. هيكسور لاماتشو كمان نفس سكيلات حلعبه، نفس السكيلات. وتعالوا نشوف اذا هنقدر نربح هالملاكم سوا. هلا نطلع على المعركة، من الواضح انه المعركة كتير ماشية لمصلحتنا مثل المعركة الماضية. وشوف التفاديات، يا الله ما أحلى السرعة لما تكون بتتفادي منيح. شوف هي وحدة تفاديناها، يعني عم نتفادى تقريبا 75% من الضربات تقريبا، وتيك 6 كومبو عليه. والجولة الأولى جدا ناجحة لإلنا، جولة جدا ناجحة. إذا واحدة من أحسن الجولات. يلا يلا يلا، اتفقنا انه هي الحركة هي حركتنا اللي تعطينا طاقة، الحركة اللي بتعطينا طاقة. اسرع اسرع، يلا يلا كمان انطلق انطلق. كل اللي عم يشاهدونا يرفعوا ايديهم، كل اللي عم يشاهدونا يساعدونا، نعطي حماس حماس. و94 على 60. هلا ممكن انت تكون عم تتفرج على اليوتيوب وعم تعمل الحركة، ويدخل عليك حدا على الغرفة يقول شو عم بيساوي هذا المشاهد. نعم شو عم بيساوي، بس معلش الحماس مطلوب دائما. شوفوا شوفوا المعركة كيف ماشية لمصلحتنا، بس مو كتيرها لانه هو عم بيتعبني، انا ما عم بقدر اتعبه. كطاقة طاقته هو الاقل، بس انا اللي تعبان اكتر. وقعت على الارض، اذا بلش وقعني على الارض، وانا اللي وقعت اول واحد على الارض بهالمعركة. المعركة مستمرة. يلا يلا، لك يمين لك يسار. عم بيوقعني عم بيوقعني. لا 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 لا، والله شكله ايه، بدنا كومبويات. عم بيوقعني، ما زال عم بيوقعني. بدنا نضربه هيك 3 ضربات ورا بعض بس مشان نقلب الطاقة تبعه. لساتني عم بوقع على الارض، عم باكل ضربات ودايخ انا، طاقتي صارت قد طاقته. والمعركة هلا صارت بحالة صعبة، المعركة صارت بحالة صعبة، ولازم نتفادى ونضرب. نعم هذا هو الحل، نتفادى ونضرب. يلا يلا يلا، 1 جنجن 1. يلا انطلق. والله انا مالي حاسس انه في امل، مالي حاسس انه في امل كبير ضد هاللاعب. لاعب ماله قليل، لاعب ذكي، عرف كيف يستعمل مهاراته الطريقة الأفضل. طاقتي 2 وخلصت الجولة. ما بعرف كيف بدي أعمل الجولة الجاي، ما بعرف شلون بدي أفتح. هلا هون فتحة زيادة لزيد من مهاراتي، هدول الفتحات اللي قدامي لسه مو مخليني إني أفتحهم. بركي بحط الصد كمان، بحط الصد بهالجولة. بركي بركي الصد يقدر يعمل شيء. لقص، خلاص خسرنا خسرنا المباراة. يعني مباراة كانت حلوة وقوية، عم بيقول شو رأيك إذا بتاخد قوة أكتر بدون ما تعمل ترينينج؟ بس بقول له انا هذا الشيء سحر ماله حقيقي. عم بيقوم بيقول لي هذا السحر ماله سحر. هذا الشيء هذا الشيء هو علم ساينس. روح لعند هذا الشخص وهو بيعلمك كيف انك تستعمل طاقتك وتقوى بدون ما تدرب كتير. اذا صار عندنا 3 سكيل بوينت، صار فينا نطور الهاي بانش.
الضربة العالية هنطورها، وصار في عنا بعدين ضربات. هاي اللي بناها، هاي بناها كتير ضروري. نفتح فتحة جديدة، هلأ كنت عم بسأل عليها، لك الجواب 4 سكيل بوينت ونفتح فتحة جديدة. ساين اب، لا لسه فرجيني طاقاتي. خلينا نوقف هون، والمرة الجاية نكتشف مين هو هذا الشخص وشو حيعلمنا وشلون حنقوي من حالنا. حلقة كانت كتير مفيدة، كان فيها فوز وهو أول فوز لنا والحمد لله، وكان فيها خسارة، بس خسارة بعد إيش؟ بعد ما تعلمنا أشياء جديدة وتطورنا وقربنا من نفتح فتحة جديدة، وهي الشغلة كتير مهمة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة. تعالوا نشوف اليوم كمان كيف تفاعلكم، كيف الكومنتات تبعكم. إن شاء الله تكونوا مستمتعين. بشوفكم حلقات قادمة إن شاء الله. كان معكم عمر أول جنجنوان، ومع السلامة.